دكتور عمرو، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا وجه فندم. لك تحيه من الصعيد انت والبرنامج بتاعك، وتحيه للبطله بتاعتنا اللي هي محل الواقع، اللي كلنا شفنا الاقرار بتاعها في الفيديو وازاي ان هي مصره تاخد حقها لاخر لحظه. والله يعني احنا يعني بنحييها تحيه كبيره جدا، لانها هي يعني بالفعل يا دكتور مورس عليها ضغوط كبيره جدا من اهليه الجاني ومن المجتمع المحيط بها، وده من ما دفعها كمان اللي هي ان هي تذهب للنيابه لسعد الأنقولة حتى يعني يسيبوها في حالها زي ما بنقول. يعني هم ضغطوا عليها علشان ما تتقدمش شكوى، ما تروحش للنيابه. ضغطوا عليها ودفعوها ان تروح نيابه تغير اقوالها، ولكن الاصرار اللي احنا شفناه في الفيديو ده هو اللي خلاها تكمل وتجينا قبل الجلسه بيوم تكلمنا في الموضوع، وحضرت معانا الجلسه قدام محكمه جنايات هنا وادت باقوالها وقالت ان في ضغوط مرتت عليا للعدول عن اقوالي، وانا متمسكه ان انا اخذ حقي بالقانون، وانا بوجه لها تحيه من هنا وتحيه لكل بنات الصعيد المحترمين. واحنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ احمد، يعني بنات الصعيد وكل بنات مصر جدعان، يعني احنا بنتفهم الظروف اللي ما بتخليش البنات اللي بيتعرضوا لتحرش يروحوا ويقدموا شكاوي في المتحرشين، صحيح. لكن طبعا الصوره اللي احنا بنعرضها الان، الصوره اللي احنا بنعرضها الان بتقول انه لا، الدنيا اتغيرت، يعني دي فتاه صعيديه في اقصى صعيد مصر، في قلب صعيد مصر، ومصره انها تمسك الشاب اللي اتحرش بيها، ولغايه ما سبتوش الا لما اخذ الحكم بثلاث سنين. صحيح، انا من خلالكم يا دكتور عمرو برضه وانخاذ بالمجلس القومي للمراه، المفروض مثل هذه الحالات تلقى رعايه وتلقى دعم قانوني ودعم الوقوف بجانبها حتى تاخذ بحقها.